هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا في سيشن جديد من تأسيس كورس الصوتيات وتعليم النطق خطوة بخطوة. النهاردة هنشوف مع بعض امتى الاي بتتنطق زي ما هي اي، رغم ان احنا اتكلمنا في قصة اللونج فاول بمقارنة جميلة جدا 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 عاملينها في كورس او كتاب الصوتيات كريزي انجلش، وكمان اتكلمنا في قصة الماجيك اي. اول حالة معانا لو لقيت اي كونسنانت اي، يعني اي وفي النص حرف ساكن وفي الاخر الماجيك اي السحرية اللي عملنا لها فيديو منفصل على قناة كريزي انجلش، تعالى اما نجرب ساعتها يظهر فيها صوت الاي زي ماي ماين. ها قايت، جربوا كده معايا، برافو. دايف، اكسلنت. تايم، رايس، برافو. كل اللي بينطق معايا، نايس، برافو. فايت. الحالة التانية لو الكلمة اخرها واي، بس شرط يكون قبلها كونسنانت، وبتشترط علينا حاجة كمان، ان يكون وان سيلابل، يعني مقطع واحد. زي ما انتم شايفين الكلمات دي قدامكم، ما ينفعش تقسم اكتر من مقطع، ما فيهاش اكتر من متحرك اصلا. يبقى لازم بتشترط علينا ان يكون الواي قبلها ساكن، وتكون الكلمة كلها اصلا عبارة عن سيلابل واحد او مقطع واحد، زي كلمة سكاي. very good. cry، yeah. spy، bravo. shy، excellent. كل الناس اللي بتقرا معايا سبقوني، يلا. why، fly، هايل. يلا بينا ناخد الحالة اللي بعد كده والأخيرة، لما نكون عندنا consonant i g h، يعني حرف الاي بيتنطق زي ما هو وبتسمع اسمه اي وليس صوته، لو جه بعديه الجي اتش زي ما احنا شايفين كده. ويلا بينا نجرب. tight، هاي، برافو. رايت، اكسلنت. برايت، اند ذيس از نايت. حد يسألني طب ليه الجي اتش ما اتنطقتش، دي قصة تانية خالص برضو، موجودة كل التفاصيل بتاعتها في كتب كريزي انجلش وفيديو منفصل الحروف السايلنت، واتكلمنا عن الدياجرافس المقاطع المركبة، وكانت الجي اتش ما بتتنطقش في نص الكلمة او في اخرها. عايز تدريبات اكتر، عايز قراءة اكتر، عايز تمارين، عايز الشرح يكون باللغة العامية، عايز مقارنات، كل ده في كتب كريزي انجلش تعليم الصوتيات، واللي طبعا بتختمها بالملحوظات الجميلة، وكمان بيكون معانا قطع كتيرة جدا 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 للقراءة، بتقري معانا من أول 4 سنين لحد فوق العشرين والخمسة وعشرين سنة في المقاطع الصوتية زي ما انتم شايفين، وقطع مترجمة علشان خاطر تساعدنا على القراية. سيب لكم الواتساب الخاص بالحجز في كتب كريزي انجلش، وما تنساش ان المجموعة عبارة عن كتابين، كتاب كورس شامل في كل القواعد، محادثات، كلمات عبقرية جدا، تأسيس زي ما قال الكتاب من تحت الصفر لحد التفوق، والكتاب التاني الرائع وهو كتاب الصوتيات. لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك لقناتنا كريزي انجلش اللي بنزل عليها شرح كامل، وما تنسوش طبعا مش هتقدروا تستخدموا الكتب او الكورس شامل من غير كتب كريزي انجلش، لان فعلا فعلا رائعة وهتدعيلي عليها. تأسيس رقم واحد في مصر. جود باي.